قدمت سودة الهمدانية على معاوية تشكو واليه إليه، فقالت: يا معاوية، إنك أصبحت للناس سيدا ولأمورهم واليا، والله سائلك عن أمرنا وما افترض عليك من حقنا، ولا تزال تولي علينا من يغرك ويبطش بسلطانك، ويحصدنا حصد السنبل، ويدرسنا درس العصفر، ويسومنا الخسف، ويسلبنا الحيل. هذا ابن أرطأة قدم علينا فقتل رجالي وأخذ مالي، ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة. فإما عزلته فشكرناك، وإما أقررته فعرفناك. فقال لها: أبقولك تهدديني؟ هممت أن أحملك على قتب جمل أشرس وأسيرك إليه لينفذ فيك أمره. فأطرقت وبكت وأنشدت تقول: صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه الحق مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال: ومن ذاك؟ قالت: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال: ولما؟ قالت: أتيته في رجل ولاه علينا، ولم يكن بيننا وبينه إلا كما بين الغث والسمين، فوجدته قائما يصلي، فلما نظر إلي انفتل من صلاته، ثم قال برأفة ورحمة: ألك حاجة؟ فأخبرته فبكى، ثم قال: اللهم اشهد علي وعليهم أني لم أولهم وآمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك. ثم أخرج من جيبه قطعة من جلد كهيئة طرف الجواب، فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك حتى يقدم عليك من يقبضه منك، والسلام. فأخذته منه وأوصلته إليه، فامتثل ورجع عما كان فيه. فقال معاوية: اكتبوا لها برد مالها والعدل في حالها. فقالت: ألي خاصة أم لي ولقومي؟ قال: بل لك خاصة. قالت: إذن الفحشاء واللؤم هي، والله إما عدلا شاملا، وإلا فأنا كسائر قومي. قال: اكتبوا لها بحاجتها ولقومها.